كجروب كعائلة تجمعوا في المواد الطبية والشبه الطبية في إطار المساعدة. محمد المجري ناشط بالمجتمع المدني، معنا جروب الأمانة اللي عاملينه على الفيسبوك. في المناسبة هذه الوضع الكارثي اللي تمر به البلاد، اتفقت أنا ولدي إيهاب باش نعملوا تدخل مستشفى العلاء، والحمد لله يعني اتصلنا بالأخوة ونسقنا معاهم، وكان تفاعل كبير من الأخيان، ووفرنا كمية من المواد تعقيم وديبلوز وأدوية، وإن شاء الله مش نوصلها لأخوتنا في العلاء باش نساهموا في وجبات هالجائحة الكبيرة اللي اجتاحت البلاد، وإن شاء الله ربي يراجع بينا، وإن شاء الله ربي يحننا على بعضنا، لأن الوقت هذا ما هوش وقت حسابات سياسية، ما هوش وقت محاسبة، هذا وقت باش نكونوا فيه الناس الكل يد في اليد، الناس الكل ننشطوا ونعاونوا أخوتنا باش نخرجوا من هالوضع هذا، لأنه وضع كارثي، والناس الحالة للأسف الناس مازالت لحد الآن معناها يحكيوا على الكراسي وعلى المناصب وكذا، وقت اللي نحن وضعنا تو إن شاء الله ربي يرفع علينا الابتلاء هذا، لأنه ابتلاء من عند ربي سبحانه وتعالى، وإن شاء الله ربي يرفع علينا، وإن شاء الله نكونوا اليد في اليد ونخدموا ناسنا وأهلنا. أنا فقدنا الحبيب وفقدنا العزيز وفقدنا الجار، تشوف في القرآن توكينك في كل حومة فاز ناس، مش كل حومة، ولينا كناش، ولينا البسمة ما عادش نعرفوها، ولينا الضحكة ما عادش نعرفوها، ولينا عايشين الواحد ولا خايف من ولده ولا خايف من مرته، ولينا في حالة معناها كارثية، وان شاء الله الاعانه هذه اللي نوصلها غدا الحي المستشفى العليا، وان شاء الله مازلنا مواصلين بحول الله القدام، ومازلنا نجمعوا في التبرعات ان شاء الله ندخلوا في مستشفيات اخرى، وان شاء الله ربي يرفع علينا الغمه في البلاد هذه، وان شاء الله ربي يحفظ تونس ويحفظ القروان واهل القروان، وربي يبارك لكل اي انسان للاطار الشبه الطبي والاطار الشبه الطبي، للمؤسسه الامنيه، للاخوان الصحفيين اللي معرضين ارواحهم يعني للمخاطر من كل انواعها، ان شاء الله ربي يحفظهم ويرحم ربي يحفظ بلادنا وسايرين القدام، وما ناش مسلمين في بلادنا وما ناش مسلمين في اهلنا، وربي يثيبكم وربي يبارك لكم ان شاء الله. يعطيك الصحه. ربما ثم قصه مزيانه انه ابوه وولده يجمعوا تبرعات هذه، معناها في رسالة انه بو يربي اولاده على التضامن وحب الناس. والله هذه رسالة نوجهها لكل اب، يا ربي ولدك على حب الناس، ربي ولدك على يعاون اخوه، لانك غدوة الخير مش تخلي بذرة صالحة، غدوة الحية مش تخلي صغير يرحم عليك، لان الحياة هذه راهي قصيرة، شوفوا يا ناس تعبوا، شوفوا راي الناس رايح، خلي بذره طيبه، خلي اني تولدي والحمد لله رب العالمين يعني مربيها لحب الناس، ينحاها من عنده ويخلي روحه مقصوص ويعاون اخوه، لان هذه رساله نحب نوصلها للعائلات الكل، نتحدوا العائلات الكل، نعلموا اولادنا خدمه الخير، خدمه الناس، محبه الناس، محبه بلادك، قروان راي بلادك، راك نشاتك لازم تعطي للقروان، مش مهمة ما تتكشي مش مشكلة، أعطيها أنت تو يجي نهار قدرة ربي تعطيها، وربي يحفظ كل الأولياء وربي يبارك لكل أي إنسان. شباب حاضر في الموعد، شباب بيقدم يد المساعدة، جمعتوا شوية دويات وشوية وسائل تعقيم ووقاية وباش تعطيهم للسبيطارات، كتحكي لنا على المبادرة هذه، مبادرة شاب من شباب القيروان. باهي مرحبا بك خويا ونشكروك اللي أنت اليوم موجود معنا. كما تعرف احنا معناتها تحركنا برشا مجتمع مدني، ومعناتها وجات الجائحة هذه كنا قبل نتحركوا يعني في تحركات عادية معناتها متاع مواد غذائية متاع حاجات يعني باش نعاونوا بها المواطنين، وقت جات الجائحة هذه القروان وبدات في القروان وبدات تكبر، قعدت انا وبابا قلت وانا وحكينا مع بعضنا قلنا علاش ما نحاولوش نزيدوا نطوروا في الحاجه اللي قاعدين نعملوا فيها، انا نوفروا دويات للناس مستحقه يعني ما عندهاش باش تشري دواء، الناس تمرض في ديارها، وبدينا نخدموا على هذاك، بدينا نعاونوا في الناس اللي ما عندهاش باش تاخذ دواء، فهمتني، بدينا نخدموا على الحاجه هذيك، ومعناها كل ما نخدموا على حاجه نزيدوا نحاولوا نطوروا منها، يعني كل ما نخدموا على حاجه نزيدوا تو فهمتني، تواصلنا مع المستشفى المحلي في العلاء وخذينا ما عنده النواقص شنو هي الحاجات اللي ناقصه غادي للمواطنين للناس اللي ما عندهاش، وخذينا من عندهم اوردونونس نتاع الدواء اللي النواقص غاديكا وخدمنا عليها وتعبنا عليها، وهذه ماهوش خساره في القروان وفيها هذه القيروان، ووفرنا الدويات هذه، غدوه الحي ان شاء الله الدويات هذه توصل للمستشفى المحلي بالعلاء
فيها كمية محترمة من الدواء، فيها زادة مش نمدوا يد المساعدة للطاقم الطبي والطاقم الشبه الطبي، دي سير بلوز، دي كومبينيزون، بدن متاع تعقيم، بافاتات، وبإذن الله فما برشة تدخلات أخرى مازلنا نخدم عليها، وإن شاء الله ربي يوفقنا، وإن شاء الله ربي يبعد علينا البلاء، وربي يحمينا الكل، وربي يحفظ الناس الكل إن شاء الله.